تقف مع بنتها اللي جوزها اتجوز عليها بعد غربه وبعد عشره وبتربي ابنها، هتعمل تقول لها ايه؟ تقول لها ايه يعني؟ هتيل ورد؟ بيقول لي في التحريات كاتبين كده ان هي سيئات السمعه وعلاقات وبتاع والكلام ده، شغال نزل عليه بالعصايه البلياردو مصاريف ثلاث مرات. عشان كده احنا واقفين مع الدكتور ولاء بقلبنا ان هو الموضوع انتحار، وبعد كده دلوقتي بيحاولوا ان هم يلفقوا الحوار للشهاده الزور. خلاص الكلام يا جماعه، اللي حصل ده هو جريمة مكتملة الأركان اتخطط لها بكل ذكاء وحرفية، عشان لما تحصل الجريمة البشعة دي تبقى اللي على ذمته زوجة واحدة بس. لكن لو حضراتكم فاكرين اللي انتوا هتهربوا من عدالة الأرض، فافتكروا اللي ربنا موجود في السماء وعمركم هتهربوا من عدالة الله سبحانه وتعالى. افتكروا الطفل الغلبان يونس اللي انتوا يتمتوه وهو لسه في مقتبل حياته عنده 5 سنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليهم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم. من أصعب أنواع الظلم إن الظالم يتقمص دور الضحية ويستمر في مسلسل تزييف الحقائق عشان مطامع شخصية. النهاردة مكملين مع حضراتكم في قضية الدكتور ولاء زايد، وخصوصا بعد ظهور تحريات المباحث بخصوص طليقة الدكتور ولاء، وهل هي فعلا كانت امرأة سيئة السمعة ولا لا؟ وفي سؤال مهم جدا لازم نوجهه لنفسنا والحضرك، هو ليه اسرة طليقة الدكتور ولاء كانوا مصممين ان هو يطلق مراته التانية؟ هل دي مجرد مصادفة ولا دي تكملة للمخطط اللي هم بدأوه؟ وهنرد كمان مع حضراتكم في حلقة النهاردة على الكلام اللي بيتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي ان لفظ بلطجية او اتهام بلطجية لا ينطبق على أسرة طليقة الدكتور ولاء. النهاردة هنكشف لحضراتكم أدلة ومفاجآت ممكن حضراتكم أول مرة تسمعوها على السوشيال ميديا. وزي ما دايما بقول لحضراتكم، مكملين في طريق الحق لحد النهاية، هننصر المظلوم ونقف ضد الظالم أيا كان الظالم هو مين. عشان ما طولش على حضراتكم، يلا بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الكلام. أول حاجة هبدأ فيها مع حضراتكم في حلقة النهاردة وهو سؤال بيطرح نفسه على الساحة، هو ليه أسرة طليقة الدكتور ولاء كانوا مصممين اللي هو يطلق مراته؟ وهل دي مجرد مصادفة ولا الموضوع ده كان مترتب له؟ لحد الوقت اللي أنا بتكلم فيه مع حضراتكم قبل ظهور تقرير الطب الشرعي أو الصفة التشريحية، من حق طليقة الدكتور ولاء اللي مفروض اللي هو رجع لها اللي هي تورث فيه، إلا في حالة واحدة لو ثبت إن هي مشاركة في جريمة قتله عشان تورثه. طب النهاردة اللي قدامنا اللي الدكتور ولاء تزوج من واحدة تانية ورجع لطليقته الأولى مرة تانية، يعني المفروض الاتنين على ذمته. طب لو انتقل إلى رحمة الله الدكتور ولاء، مين اللي هيورث؟ الاتنين هيورثوا فيه، فلما يطلقوا واحدة يبقى اللي هتورث واحدة بس. طب السؤال هنا، هل طليقة الدكتور ولاء كانت امرأة سيئة السمعة أو على علاقات شخصية بناس كتير؟ لكن الكاتب الصحفي عمر رضا اتكلم عن تحريات المباحث بخصوص الواقعة دي تحديدا، وقال على حد قوله ان تحريات المباحث كان مكتوب فيها ان طليقة الدكتور ولاء كانت امرأة سيئة السمعة. طب والمباحث فعلا كتبت زي ما الصحفي طلع معاه عمر رضا ان هي سيئة السمعة؟ بيقول لي في التحريات كاتبين كده ان هي سيئة السمعة وعلاقات وبتاع والكلام ده، في حين اللي نفس الكلام تقريبا قالته والدة الدكتور ولاء رحمة الله عليه في اللقاء اللي عملته مع الاستاذ عبد الرحمن الصافي مذيع مصر. مبدئيا كده يا جماعه انا عايز اسلط الضوء على نقطه معينه في القضيه دي، ونركز شويه كده في الكلام اللي انا هقوله دلوقتي لان هنربطه بكلام قدام شويه. اكيد حضراتكم عارفين اللي كان متواجد اكتر من شخص داخل الشقه، مش بس كده كتفوا الدكتور ولاء وضربوه بعصيان البلياردو، وكمان كان في كدمات في وشه. وفي بعض الاخبار المتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ان الدكتور ولاء رحمه الله عليه خلصوا عليه او خد مخدر او خد حاجه من هذا القبيل وبعد كده رموه من البلكونه. ذكر تحديدا في بيان النيابه العامه فقره مهمه جدا يا جماعه ولازم نركز عليها، ان زوجه دكتور ولاء طلبت منها تصوير الدكتور ولاء وهم بيعتدوا عليه. السؤال هنا، الاعتداء ده هل المقصود بيه الضرب بس ولا اعتداء حاجه تانيه؟ اللي يفصل يا جماعه في الموضوع ده هو الطب الشرعي بعد تشريح جثه الدكتور ولاء رحمه الله عليه. بيبان في التقرير ده كل التفاصيل دي. اللي كان متواجد جوه الشقة هو الدكتور ولاء وأسرة طليقة الدكتور ولاء، فاللي حصل جوه ايه وكواليس الواقعة ايه، كل حاجة كان مترتب لها بالورقة والقلم. نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده معنا في حلقة النهاردة بخصوص ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي ان لفظ بلطجية ده
لا ينطبق على المتهمين في قضية الدكتور ولاء زايد، لأن سمعت أحد التصريحات الصحفية بتقول إن دول دكاترة الجامعة وطلب الجامعة وطلب كلية ألسن وكلام من هذا القبيل. طب القانون هنا تحديدا عرف البلطجة بإيه؟ المادة 375 مكرر من قانون العقوبات بتقول يعاقب بالحبس لمدة عام كل من قام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد ضد المجني عليه، وذلك بهدف ترويعه أو تخويفه. ونفس المادة اتكلمت عن تغليظ العقوبة من 2 لـ5 سنين لما يكون موجود أكتر من شخص أو حيوان أو استخدام أي نوع من أنواع الأسلحة، زي مثلا العصاية اللي كنا اتكلمنا عليها مع حضراتكم من شوية، وهي عصاية البلياردو. طب برضو أنت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ بقول لحضراتكم لأن الكلام ده ذكر في بيان النيابة العامة، زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة. أنا هقرأ لحضراتكم نص بيان النيابة العامة عشان أأكد لحضراتكم اللي كل دول متوجه لهم تهمة البلطجة، يعني يطلق عليهم لحد وقتنا ده بلطجية. بيان النيابة العامة قال اللي حصل خلاف بينهم وبين بعض، اتطور الخلاف ده لتشابك بالأيدي وإحكام السيطرة على المتوفي وإجباره على تطليق زوجته الأولى، اللي برضو كنا اتكلمنا مع حضراتكم في بداية الحلقة إن كل القصة دي عشان يورثوه. وعلشان أكون صريح مع حضراتكم يا جماعة، تقرير الصفة التشريحية صعب جدا يثبت إذا كانوا متورطين أو لا. خلاصة الكلام يا جماعة، اللي حصل ده هو جريمة مكتملة الأركان اتخطط لها بكل ذكاء وحرفية. هتقولوا لي إزاي؟ تعالوا نفكر مع بعض كده بصوت عالي، إيه اللي يخلي المتهمين أمام النيابة العامة يعترفوا إنهم بالفعل اتعدوا بالضرب على الدكتور ولاء؟ لأن في تقرير صفة تشريحية وفي تقرير طب شرعي هيقول اللي بصمات المجرمين دول موجودين على جثمان الدكتور ولاء، فيبقى البصمات دي من التعدي بالضرب، مش معنى كده اللي هم شالوه ورموه من البلكونة. الحاجة التانية برضو اللي عايزين نسأل نفسنا ونقف عندها، هم ليه كانوا مصممين ان يطلقوا زوجته التانية عشان لما تحصل الجريمة البشعة دي تبقى اللي على ذمته زوجة واحدة بس؟ ده بخلاف اللي هم دكاترة وعارفين يعني ايه طب شرعي وايه اللي بيحصل في الطب الشرعي. كل ده عشان يوصلوا ان الدكتور ولاء هو اللي رمى نفسه من البلكونة مش هم اللي رموه. لكن لو حضراتكم فاكرين اللي انتوا هتهربوا من عدالة الارض، فافتكروا اللي ربنا موجود في السماء وعمركم هتهربوا من عدالة الله سبحانه وتعالى. افتكروا الطفل الغلبان يونس اللي انتوا يتمتوه وهو لسه في مقتبل حياته وعنده 5 سنين، اتحرم من ابوه عشان شوية مطامع شخصية، مش متخيل اللي عشان فلوس او مادة ممكن نشوف جرائم بشعة بالشكل ده. اللي انا شايفه جماعة اللي فيه كتير من الناس بقت قلوبهم حجر، بقى في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرض على مرض، لان هم متمسكين بالدنيا وفاكرين ان هم مخلدين فيها. لكن كلنا هنموت وكلنا هنقابل ربنا، اعملوا حساب لليوم ده. صدقوني يا جماعه، الدنيا دي رحله قصيره بتنتهي بوفاه الانسان، يا اما يقضيها في طاعه ورضا ربنا، يا اما يعيشها لحد برضه لما يقابل ربنا. وده كان اخر خبر معانا في حلقه النهارده، وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا في مقطع الفيديو لحد الدقيقه دي، وبطلب من حضراتكم تشاركوني برايكم في الكومنتات. هل دي مصادفه الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها في حلقه النهارده، ولا كل حاجة كانت مترتبة ومدروسة عشان يقتلوا الغلبان ولاء رحمة الله عليه؟ ياريت حضراتكم تشاركوني برأيكم في الكومنتات، وهقرأ كل الكومنتات وهرد على حضراتكم. ولحد هنا خلصت حلقتنا. ياريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم إسلام ناجي مستر ترند. يلا سلام، والسلام مش ختام.